السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بالإخوة المتتبعين والمشتركين الجدد. شكرا لكم على جميع التعليقات والتشجيعات اللي خليتوها في الفيديو السابق، وهذا الحمد لله كيبين أن الهدف من هذه القناة هو هدف إيجابي ومساعدة ديال الناس اللي باغين يدفعوا طلبات ديالهم للهجرة أو طلبات ديال حصول على فيزا السياحية. إذن إن شاء الله هنحاول نكونوا لقدر التطلعات ديالكم، اللي هو تزويد الناس بمعلومات ومعلومات وأفكار خصوص الجميع كل ما يتعلق بالسياحة أو الهجرة إلى الديار الأوروبية. إذن شكرا لكم ومرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو الجديد اليوم إن شاء الله، الذي سوف نخصصه للحديث عن ترويج الحساب البنكي. هذا السؤال اللي طرحوه لي مجموعة من الإخوة، من بينهم الأخ اللي كتشوفوا على التعليق اللي قدامي. نحاول اليوم نطرق الترويج الحساب البنكي، الطرق ديالو، شنو هما الاخطاء اللي خاصنا نتفاداوها، وشنو هما الامور اللي خاصنا، النصائح اللي خاصنا نتابعوها باش الترويج يكون مقبول لدى القنصليه وناخذوا الفيزا ديالنا. اذا الاخوه الكرام، الترويج ترويج الحساب البنكي هناك نوعان: ترويج خاص بالموظف سواء كان موظف في القطاع العام او القطاع الخاص، وترويج حساب بنكي خاص بصاحب مقاوله او صاحب شركه. إذا بالنسبة لترويج الحساب البنكي اللي خاص بالموظف، الموظف هو عنده حساب ديال الاستخدام، ما كيبغوش يشوفوا فيه مجموعة ديال المبالغ المالية اللي كتدخل وكتخرج، لأن بطبيعة العمل ديالك أنت عندك أجرة شهرية واضحة كتدخل الحساب البنكي ديالك. الهدف من بالنسبة للقنصلية هما يشوفوا أن داك الدخل الشهري ديالك اللي كتدخلو أو الأجرة الشهرية ديالك اللي كتدخلو كتصرف منها وكتروجها. كيفاش كتروجها؟ يعني عن طريق مثلا كتخلص الفواتير ديال الكهربائيه، كتغدى، كدير شوبين، تحاول تستخدم البطاقه البنكيه ديالك بزاف، كتستخدم استخدام عادي، تخلص الكرا ديالك، تخلص الماء والضو، حاول دير جميع هذه العمليات هذو ديرهم عن طريق البطاقه البنكيه. وفي الاخير ديال الشهر كيشيط لك واحد المبلغ مالي محترم، وهذاك المبلغ المالي ملي كتجمعه بشويه بشويه كيمكن لك انك تجمع واحد لاصوم اللي تخول لك انك تسافر وتقوم بجوله سياحيه في اوروبا. هذا هو الهدف ديالهم، انه يشوفوا انك تشيط لك واحد لامارج من الصالير ديالك. هذاك المبلغ المالي من بعد ما كيتراكم كيولي عنده واحد المبلغ مالي محترم، يمكن ليه انه يستخدمه باش يدفع الفيزا، طالب الفيزا، وكيقول للقنصليه ان انا عندي الامكانيات الماديه اللي تمكنني انني نسافر ونحجز الفندق ونحجز الطائره ديالي وندوز اسبوع او 10 ايام ديالي في اوروبا ونرجع لبلادي. بالنسبه للموظف، الضمانات اللي عنده هو الرسميه ديالته، كتكون عنده رسميه مع الشركه اللي خدام او مع الدوله. اذا هذه ضمانه مهمه بزاف. اذا المبلغ المالي اللي كيتلقاه كاجره شهريه ما كيكونش عنده واحد الدور كبير، لان غالبا الناس خداو فيزا ب 5000 6000 درهم، خداو فيزا او 4500 درهم خداو فيزا. المهم هو انهم كيعرفوا انك كتشيط واحد المبلغ مالي، واحد القدر المالي من هذاك الاجره الشهريه ديالك اللي كتمكنك انك الا بغيتي تسافر طلبتي لهم فيزا، ان الهدف ديالك هو انك تسافر وترجع في حالك. واهم نقطه في هذا الشيء كامل الاخوان هما انهم خصك ديما تحاول على الاقل واحد المبلغ مالي كتوفره شهريا يبان في الروفي بونكير ديالك. بالنسبه لهم خصهم يشوفوا انك كتوفر من الماندا ديالك، من الاجره الشهريه ديالك، لانك انت طلبتي لهم فيزا باغي تمشي تسافر سياحه عندهم لبلادهم، ولكن ما عندكش، ما يمكنلكش انت، الا كنت انت ما قادرش توفر في بلادك، فكيفاش الاخ الكريم انت باغي تمشي دير سياحه في اوروبا؟ هذه غير منطقيه. كما قلت لكم الكي وورد هنا، المفتاح بالنسبه للحصول على الفيزا هو انك تفكر بطريقه منطقيه كما كتفكر القنصليه. حط راسك في بلاصتهم، دير راسك انت موظف ديال القنصليه وكيشوف ذاك الملف ديالك وكيشوف الحساب البنكي ديالك، دير راسك انت بلاصتو، كون كنتي بلاصتو واش غادي تعطي فيزا لهذا الشخص هذا ولا ما غاديش تعطي عليه. اذا ملي كيشوفوا الريفو بونكير ديالك انك عندك ديما ناقص، ان الحساب البنكي ديالك ديما ناقص، واخا عندك واحد المبلغ مالي موفرو ولكن حساب الاجره الشهريه ما كتشيط منها والو، هنا كيشكو تيقولوا انت كيفاش جمعتي هذاك المبلغ المالي؟ انت ما عندكش، ما يمكنلكش توفر، وفي نفس الوقت حاط واحد المبلغ مالي في الحساب البنكي ديالك، يقدر شي واحد عاطيه ليه، يقدر مسلفو عند شي واحد وغادي تردو ليه، غير ديك القضيه ديال غير ناخذ الفيزا ونردها ليك. اذا هنا كيبدا كيثير هادشي عندهم الشكوك. ما كيهمش يكون عندك واحد المبلغ مالي كبير، الضمانه الاولى ديالك هي الاجره ديالك، الضمانه الثانيه واش كتوفر منها، واش كتوفر منها، كتصرف منها وكتوفر منها، ثم يكون عندك واحد المبلغ محترم اللي كيغطي التكاليف ديال السيجور ديالك في اوروبا.
إذا الإخوان الكرام، غادي نمروا دابا لترويج الحساب البنكي بالنسبة للناس اللي عندهم سجل تجاري. وكاين هنا نوعان، كاين مقاول ذاتي وكاين اللي هو بيرسون فيزيك، وكاين صاحب شركة أو مقاولة. أول حاجة غادي نبداو بها الإخوان هي الوثائق. بالنسبة للوثائق، المقاول الذاتي ضروري من البطاقة المهنية، وما بعد ذلك الأخ الكريم خصنا توصيل أو التوصيل ديال دفع الضرائب، ثم بعد ذلك الكشف ديال الحساب ديال 3 أشهر. بالنسبة للمقاول الذاتي كيكون عنده حساب واحد. إذا بالنسبة للترويج ديال الحساب البنكي ديال المقاول الذاتي الإخوان، أول خطأ كتوقعوا فيه هو أن أغلبية تكون عنده سجل تجاري جديد بقي مدرش عليه يلاه 8 شهور أو 6 شهور أو عام وكيدفع فيزا. هو بالنسبة للقانونيا عندك الحق الدفاع، ولكن بالنسبة للمنطقيا الناس اللي خدامين في القنصلية كيشوفوا حساب جديد، حساب أو سجل تجاري، حساب بنكي ديال سجل تجاري جديد، يعني كيكون عندهم شك. وهنا في النقطة ديال الناس اللي كيدفعوا بالمقاول، ماشي موظف، الناس اللي كيدفع المقاول، هنا تيكون واحد التدقيق كبير بزاف من الموظفين ديال القنصلية في الحساب البنكي ديالك وفي المعلومات ديالك اللي كتقدم عليهم، لأنهم عندك واحد سجل تجاري عدد كبير ديال الناس كيستخدموه كدارعة من أجل الهجرة وعدم العودة إلى الوطن. إذن أنا نرجع للنقطة الأساسية ديالنا، كما قلنا الإخوان خلي دائما سجل تجاري ديالك، صبر عليه واحد شوية، تيدير بعدها واحد عامين على الأقل، عامين ديك الساعة تقدم بطلب ديال الفيزا ديالك. وهذا السجل التجاري الآخر ملي غادي تدفع ليه واحد الحساب بنكي، ذكروا الفي بونكير ديال 3 شهور، خاص يكون فيه واحد المبلغ مالي محترم في البداية ديالو، يعني ماشي يكون عندك الموام، يكونش عندك الناقص، يشوفوا المخصم يشوفوا الناقص، يشوفوا بعدا واحد المبلغ مالي مثلا واحد 20,000 درهم تما ولا 30,000 درهم كاينه ولا 10,000 درهم كاع نقولوا اموه، عاد كيبداو كينطلق الترويج الحساب البنكي ديالك في دوك 3 شهور. حاجه اخرى بالنسبه للمقاول الاخوان، عنده جوج حوايج، عنده الارباح وعنده المصاريف. بالنسبه للمصاريف ديالك، يعني كاين عندك الكرا، كاين عندك الضوء، كاين عندك الماء، كاين عندك الهاتف والانترنت، السلع اللي كتقدا، الضرائب ديالك اللي كتخلص. اذا هاد التعاملات البنكيه هادو تكاليف ديالك لي شارج. مثلا انت صاحب محل، عندك محل او عندك مثلا نقولوا كتبيع الملابس او عندك مكتبه، يعني عندك لي شارج، كتقدا السلعه، كتخلص الضوء، الماء، الانترنت، الكونيكسيون الى اخره. وهنا من بعد كنجي نشوفوا الارباح، ارباح الاخ المقاول كتدخلهم بواحد الطريقه منطقيه وواحد الطريقه سلسه. كيشوفوا في الحساب البنكي ديالك انك عندك تكاليف وعندك لي شارج، وفي نفس الوقت عندك ارباح دوريه اللي كتدخلها. وهنا الهدف ديالهم شنو هو؟ ويشوفوا ان المشروع ديالك ناجح. يعني ما حد المشروع ديالك كيبانوا فيه الارباح، كيبانوا الارباح كتحقق اذا انت عندك مشروع تجاري ناجح، ولا الهدف ديالك انك تمشي تسافر سياحه، ماشي الهدف ديالك انك تحرق وما ترجعش. اذا ملي كيكونوا الارباح كيكونوا لي شارج وكيكونوا الارباح، اذا هنا كما قلنا حساب البنكي ديال سجل تجاري ديال المقاوله ناجحه. اذا خصنا النقطه الاساسيه اللي نرجع نعاود ناكد عليها الاخوان، هو انك خصك تظهر الارباح في الحساب البنكي ديالك. ملي كيظهروا الارباح هذا يعني ان المشروع ناجح. نقطه اخرى، ديما حاول تخدم بالبطاقه البنكيه، حاول تخدم بالشيكات في جميع التعاملات ديالك. سؤال اخر طرحوا عليا مجموعه من الاخوان، هو انا عندي مقاوله ديالي، واش كاين شي وثائق اللي ممكن ندعم بها الملف؟ نعم اخي الكريم، هناك وثائق ممكن تدعم بها الملف ديالك، يعني اي ضمانه بالنسبه للقنصليه كتبين انك ناجح في حياتك وانك عندك لاش ترجع دخلها في الملف او قدمها في الملف ديالك، ضروري غتكون عندها وقع ايجابي بالنسبه للطلب ديالك. مثلا عندك شهاده ملكيه، كتمتلك عقار، كتمتلك محل، كتمتلك بقعة أرضية، عندك مثلا محلات ديال الكراء كيدخلوا عليك كراء شهري، حاول داك المبالغ المالية اللي كتربحها من هذوك المحلات أو هذاك العقار يبانوا في كشف الحساب ديالك. يعني بالنسبة كنتي متزوج ممكن تدفع عقد الزواج، تمتلك شاحنة صغيرة تدفع مثلا شهادة ملكية الشاحنة، عندك ضمان اجتماعي، دير البطاقه ديال الضمان الاجتماعي حتى هي جوانيه مع الملف ديال. اي وثيقه كتبين للقنصليه ان عندك علاش ترجع للبلاد، يعني ضمانه كتبين لهم انك عندك علاش ترجع للبلاد، جوانيه في الملف ديال. اذا بالنسبه للنوع الاخر ديال السجل التجاري، هو صاحب الشركه،
اللي خص يكون عنده جوج ديال الحسابات بطبيعة الحال، حساب شخصي ديالو وحساب ديال الشركة. والحساب ديال الشركة غالبا كتكون فيه مبالغ إلى حد ما كبيرة كتروج في الحساب البنكي، إذا التعامل من الأحسن يكون عن طريق الشيكات. بطبيعة الحال البطاقة البنكية حتى هي، شراء أونلاين، الوثائق الضروري اللي خاص تكون في الملف بإضافة للسجل التجاري، هناك لي جي آر، البي في، ستاتيو، ديكلاراسيون دي زومبلويي. إذا إخوان كان هذا فيديو ديال اليوم اللي خصصناه على الحديث عن ترويج الحساب البنكي للموظف وللمقاول. كنتمنى نكون فدتكم معلومات، وإذا عندكم شي تساؤل ممكن تطرحوا عليا في التعاليق، وإن شاء الله نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة ديالكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، ما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.